والحمد لله على سلامة محمد. الآن من حلب إلى دمشق، إلى الجنوب الدمشقي المحاصر الجائع المنهك لا يوجد شيء فيه على الإطلاق. هناك صرخة مع دمعة، وأن يمكن أكثر شعب على فكرة بكى منذ يعني منذ عام 3 أعوام على مر العصور والأزمان هو ربما الشعب السوري. نستمع لهذه الصرخة من هذه المرأة السبعينية ونعود. عشير في عيشة نحدة بدرتي أهل عشير، عايشين عيشة كتير صعبة، لا نوم لا أكل لا شرب لا مصاري، عش حاد عش، ما شفنا هالعيشة من هالبرة، ما شفنا ليش هيك. في 73 سنة مرت علي حياتي صعبة، ما مر على حياتي صعبة، دواء ما في، أنا عندي ضغط، دواء ضغط ما في، معي ضغط ما عم لاقي دواء ضغط، عم بيهلك من الضغط، بدي درقية ما عم لاقي دواء، كلس ما عم لاقي دواء، أدويتي كلها ما في، بلا دواء بلا أكل بلا شرب بلا نوم بلا دفى، على البرد على الشحار على صيفة اللي في حصار صعب علينا، حصار صعب علينا شيء كثير، انت تسمين سنة حرام 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 شيء كثير، الله يفرجها بس الله يفرج علينا الحصار، دبحنا دبح دبحنا دبح الحصار دبحنا دبح، لا أكل لا شرب، عم ندور يعني من الأرض إذا في نبات ناكله، ما فيش لكنا لكنا نسلم الله، نحن لنا الله بس، لكنا وهيدا كمان مكسورة، جري مكسورة، ما لقينا علاج، لكنا امرأة سبعينية بلغت من العمر عتية، تعيش الجوع والفاقة والفقر نتيجة الحصار الخانق على الجنوب الدمشقي، الجنوب الدمشقي الذي لم تدخله حبة طحين واحدة منذ أشهر عديدة، والناس تعيش كما يقولون باللغة المحكية من قلة الموت. وقال الكثيرون وجهوا نداء أنه حسبي الله في كل من يستطيع إنقاذ أهل الجنوب الدمشقي ولا يستطيع، من تجار من مكتنزين من محتكرين من نظام من كل الأطراف التي تتسبب بأن يموت الشعب السوري في الجنوب الدمشقي. هذا مثال بسيط. هلا الآن انظروا، قد يعني يصف الإنسان أو يصفنا أن نحن نبالغ بمعاناة الجنوب الدمشقي، لا نبالغ. الآن شاهدوا كيف طفل سوري يأكل كرتون ما في خبز والجوع كافر، نتابع. ما فينا أكل. شو عم تأكل؟ عم بأكل ورق، ما فينا أكل ولا شرب، كل الرز 9000 ليرة، ما فينا عمل ولا شغل، لو في شغل ما أكلنا هالورق هذا. وين أبوك وأمك؟ أنا أبوي ميت وأمي عايشة وعندي أخوات بنات 7. كن أنت بالأساس؟ هلا سكننا بالمخيم. أنت منين؟ من سبينة؟ إيه من سبينة. كل يوم تأكل ورق هيك؟ إيه والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. دمشق. الأحياء الجنوبية المحاصرة أصبحت الأطفال تأكل أوراق الكرتون لتقتات، لا حول ولا قوة إلا